أنا هيثم سيد حسين من جسر شغور قرية الناجين، مقيم حاليا في أنطاكيا. بالنسبة لزيارة العيد اليوم قدمنا إلى المعبر الجانب التركي، وكان في ازدحام بسبب وجود الناس بعد عن المحافظات، كلها محافظات تركية بعيدة وكلها تقدمت، فوصلت بأوقات الليل الباكر. السبب صار عندنا ازدحام كثير، وكنا مع بعضنا يعني مو كثير الناس تحبت مع بعضها، في ناس كانت مسيئة لناس وحبت تستغل يعني وجودها وتكسب زيادة عن الناس قبل الناس، وهذا شيء ما منيح. طبعا بالجانب التركي دخلنا وكان الوضع كثير كويس وختمنا. كمان لما وصلنا للطرف السوري مشكورين الاخوه كلهم في الطرف السوري فردا فردا، ما شاء الله كان شكل منتظم، حقائبنا موجوده، باصاتنا جاهزه في هون بالمنطقه هون ختم المعبر بالهجره. طبعا الشباب كلهم الله يعطيهم العافيه ويجزيهم الخير، مباشره بكل ثواني دقائق كانت امورنا كلها بخير. وظف يلا عمي يلا يلا الحمد لله. انا قدمت لزياره العيد، كان في عنا شويه صعوبات بالجانب التركي بسبب عدم التنظيم العائد لكثره القادمين. طبعا وقت اللي جينا على المعبر السوري الحمد لله رب العالمين كانت الامور كثير ميسره ومسهله، وانا خلال دقيقتين او ثلاث دقائق ختمت ختم الدخول وصارت الامور كلياتها تمام. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم النقيب أبو مازن نائب قائد شرطة معبر باب الهوى. نرحب بأهلنا المسافرين الذين أتوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2018. طبعا البارحة بدأ دخول المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى بتاريخ 6/8، ينتهي دخول المسافرين لقضاء إجازة العيد في 19/8، وتبدأ العودة اليوم الأول للمسافرين في 19/9 ومعهم لنهاية العام. طبعا هناك حالات استثنائية للذين لديهم علاج في داخل الأراضي التركية وطلاب الجامعات والمدرسين ممن يحملون الوثائق الرسمية. طبعا تقوم شرطة معبر باب الهوى بتنظيم وتسهيل حركة المسافرين ابتداء من حاجز الجندرمة ثم صالة المسافرين التي نقف فيها الآن من أجل تسجيل حركة دخول، ثم التوجه إلى كراج معبر باب الهوى من أجل أخذ تاريخ العودة. وأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وضع الكراج بصرمدة من شان الاستقبال اللي جايين من تركيا على سوريا على أثناء العيد. الحركة ما مثل الحركة العيد الصغير، الحركة أخف شوي، عيد الكبير أخف شوي. نحن كسيارات شوفرية سيارات على الخط على مشكل على المحرر كلياته،
نسبة الركاب مو مثل النسبة العيد الماضي، كانت خفيفة، العيد خفيفة، عم بات ليلة ليلتين لحتى نطبق تطبيقها على المنطقة المقصودة.